عندما مر الركب الحسيني على مدينة الكوفة، وقف الطوع عليها السلام في بوابة الكوفة وقالت: لمن هذا الركب؟ قالوا لها: لآل الرسول. قالت: ومن تلك الرؤوس؟ قالوا لها: الحسين وأخوته عليهم السلام. فذهبت إلى قبر مسلم بن عقيل عليه السلام، وقفت عند القبر وقالت: كض سيفك، هلك طب، ويا مسلم قوم، وابن عمك جا من الشعر للزردوم، عشيرة من الطفل لعقال شيخ القوم، ما بيهم راس على اجتافه، مثل هيك ضعن ما مر على الكوفة، يا مسلم منظر الما ودك تشوفه، انو قلب الضعن بوجوه خوفه، بس بيهن وحده مدمايه، اكو كم طفله بيهن كاظات اجتاف، من قد ما الصوت على المتون رداف، زراق متونهن بخيالهن ينشاف، بس بيهن وحده مدمايه، رح تنشد على الدم ليش غاطيها طفله او تنده الميت بواجيها. قالوا بالحرب جروا تراجيها، جروهن جرموا شبهيده، من شفت الضعن حتى الدمع وشل، اول مره اشوف انوكم هزل، اول مره اشوف انوكم هزل، ابراس الرمح وين الزلمه المعدل، او لابيهم على الراس عمامه، شفت حال الضعن من طب بول السوق، يا مسلم ويهلك ما اشوف هاي تلوق، رغم هزل النوق وكاشخات النوق، الزود العدكم حتى الهزل تكشخ بيه.